واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثه خاصه بينها وبين الحساب الاجرامي. هادشي ماشي من عندي وماشي في تليفونها ومن حسابها الرسمي. هي همزه من بيبي اللي هو الحساب الاجرامي. شوفوا الموضوع ديالها، هذه الصوره ديال راجلي ديال من هذه؟ خرجي كذبيني، خرجي قولي ما لقاوهاش في تليفونك، ولا خرجتي كذبتيني فانت كتضربي بمحررات رسميه وكتضربي بمحررات ديال الفرقه الوطنيه. شوفوا الموضوع الناس، انا اقسم بالله العظيم كنهضر معاكم انا في التبوريش. علاش قلتي انت بانه كتواصلي مع الحساب فقط في المعايدات وكيبارك لك، ولكن كنخاطبك كام وكامراه، علاش جبدي تصويت راجلي؟ صورت راجلي اش كدير عندك في الحساب مع الحساب الاجرامي؟ هي اللي راسلها محادثه بيناتهم، هي اللي راسلها بغض النظر. ما عرفتش انا وما عمرني عارف المحادثه بيناتهم احسن مني. هذه الخبره اللي كاينه في الملف. سعيده اش كاين في المحادثه؟ انا نقول لكم دابا الملف شتوه باسم صاحب الجلاله، باسم جلاله الملك وطبقا للقانون، ماشي باسم سعيده، باسم جلاله الملك واي منطق ديال الحكم. كتقولي ما لقاو عندك والو، غنعطيكم المحادثه شنو فيها. شوفوا الصوره ديال الزوج ديالي، كتقول لي شوف راه راجلها كيبيع الحوايج وراه ساكنه مع الدراري بيت واحد. اويلي مسكينه ومالها على هاد الزويجه. راجلها هذاك الطليق ديالي زعما ولدو كيدعي، دا ولدو وكيدعي بها. قال لي انت شرفتي عاد كتعاندي، يعني كانت هنا كتنعتني بالشرفه بالمعانده، وعاد كتقول لهم، كتقول لي هنا صوري بالغلط. واش كانوا كيهضروا مع بعضياتهم وقطعوا؟ انا نبغي نسولكم قدام عافاكم الاخوان، ركزوا معايا، هذا راه دليل مهم جدا، وجاوبوني الا كنت كاذبه، جاوبوني كصحفيين ومازال عندكم الحق الاسئله. اشنا هي هاد الثقه؟ شوفوا معايا، انت فنانه كبيره وعندك حساب رسمي موثق، شنا هي هاد الثقه اللي غادي تجمعك مع حساب اجرامي؟ شنو هاد الثقه؟ انت كتهضري معاك كتقول ليه هذا راجلها كيبيع الحوايج في نيويورك ساكن معاها، هذا راجلها، يعني ديجا كنتي هضره معاه. شوفي شنو تمسح وشنو تحط. واش فهمتوني ولا لا؟ ملي كنشارك محادثه مع واحد اذا قريب ليا، اذا كنثق فيه، ملي كنشارك معاه الحياه وكنستبيح الحياه ديال فنانه اخرى بحالي بحالها، علاش؟ سعيده شنو كان الهدف؟ اش درت ليك؟ خصني نعرف اشنو درت ليها؟ شنو كان الهدف من هذا؟ انا قدامكم كنسول هذا دابا وكتشوف فيا، فين عمري ضريتك ولا حطيتك ولا انا هضرت عليك؟ علاش؟ انا كنخاطب الفنانه عباد الله، واش كتسمعوني؟ كنقول لها اش جاب تصويت راجلي عندك بينك وبين الحساب الاجرامي؟ اش جاب تصويت ولاد؟ اش جاب الهضره على ولادي اللي قاصرين تهضري عليهم؟ ولدي راه مراهق، ولدي الكبير ديك الساعه راه عنده 9 سنين ودابا راه مراهق كيفهم كل شيء. القضيه خارجه القضاء، راه واصله. واخا هو انا، واخا انا ولادي دايره لهم مراقبه لانهم قاصرين على السوشيال ميديا، ولكن ولادي كيمشوا للمدرسه، الناس كيهضروا معاهم، فطبيعي. علاش انت ام؟ انا ماشي ام، انت عندك ولاد، انا ما عنديش ولاد. انا واحد الحاجه الاخوان، انا بسبب هاد المحادثه هادي، ويا ريتها بقات في التليفون ديالها وديالو، قولوا لي فين تحطات. نفس المعلومات بنفس الصوره بنفس هاد الشيء كامل تحط في الحساب الرسمي ديال الحساب الاجرامي، واللي من وراه كان تبعات، ما كنعش، كنبكي الليل، وليت عايشه في الخوف، عايشه كنشوف اشنو عاوتاني غيصبح عليا. واخا انا حاضيه راسي وحاضيه جلايلي، كنعرف راسي ما كندير شي حاجه اللي غتخلب الحياه، وانتم متابعيني من 2018 سنه ديال الدومين، نولي انا كنتحط بهذه الطريقه. علاش؟ علاش تستبيحي حالات حياه فنانه اخرى؟ علاش؟ شنو درت ليك؟ شنو درت لك وكتنكري هاد الدليل؟ هذا راه غير دليل واحد عافاكم الاخوان، لانه ما بغيتش نبقى الى شوف بغض النظر داكشي اللي لقاو عندك الفرقه الوطنيه، انا ماشي شغلي، ما كنهضرش على ناس اخرين وما غندافعش على واحد اخر. كل معزه كتعلق مرجلها كاينه، فانا
هادشي بالاضافه لاش بالاضافه الاعترافات ديالهم على بعضياتهم اللي هما المتهمين اللي كانوا في الملف. وزيد عليهم خاصكم تعرفوا بانه جوج من المتهمين وانتم كتعرفوهم بلا ما نقول الاسماء لانهم دوزوا العقوبه ديالهم الله يغفر لهم انا مسامحهم الدنيا واخره. السيده اللي جات من لا السيده اللي جات من اللي كانت في البرتغال وجات المطار السيده اللي كتبيع الحوايج انا بدون ما نقول ولكن هذيك شدوها على غفله في المطار ودير على الالكتروني اللي هو الهاكر ديال هذا الحساب الاجرامي حتى هو شدو على غفله. شنو لقاو عنده؟ حيت هي وختها من اللي بغا يمشيو للفرقه الوطنيه هما راه ماشي غبيات هما تبارك الله بداك الذكاء ماشي غبيات هما فين مشاو؟ غيمشيو غادي يحيدوا ما غيفتحوش الحساب في تليفونهم ماشي شي انت غادي عند الفرقه الوطنيه غتمشي تدخل وانت فاتح الحساب في تليفونك لا فملي مشيتو الفرقه الوطنيه من 2017 كانوا بزاف ديال الضحايا خاصكم تعرفوا انا راه كانوا بزاف راه من 2017 قولوا لي شكون اول المشتكي كانت سلطانه وكان جواد قنانه حيت راه من 2017 الاخوان الشكايات ديالهم شتو مشكاه ولكن ما بان والو قلت انا غنمشي نشكي ما تسلط العظام وسكت تعيطوا لي الفرقه الوطنيه كما قلت لكم وانا ماشي معكم نقطه بنقطه فتنا موضوع الشكايه وهضرنا على موضوع الدليل وهذا دليل بين وما تقولوش لي هذه راه محادثه عاديه انتم ما بانت لكم هذه محادثه عاديه مع حساب اجرامي لا غد لي تحطت هذه المحادثه في الحساب نفس الموضوع انه راه سعيده رجلها ها هو بالصوره وهو فاعل وتارك وكيدير علاش ولدها كيبكي وخلاته طالق ديالها علاش علاش ديها فنك اش بغيتيني انا